من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور دوميت كامل وهو رئيس حزب البيئة العالمي. سيد الفاضل، في مثل هذه الإجراءات وفي مثل هذه الأحداث المرتبطة بتغير حالة الطقس، إذا ما ربط الأمر بتحرك رئاسي كهذا، ما هو المتبع في مثل هذه الإجراءات؟ أولا الوضع غير طبيعي مطلقا، عندنا تغير مناخي عالمي، المنطقة جدا وعرة، فيها غازات عالية، أحوال الطقس والضباب كثير كانت مزعجة ولا زالت، تساقط الثلوج في مطارح ممكن يكون برودة برودة عالية جدا بالليل. اثنين، عندنا كمان المنطقة موجود فيها حيوانات مفترسة بشكل خطير جدا، إن كان الفهد أو الدب ومشتقاتهم، وهن موجودين بشكل كثير كبير وخطرة. وبكل تأكيد البحث منه بالأمر السهل نهائيا، في صعوبة جدا، تتكلف كثير من العناء والوقت والتعب والمشقة، وهذا الوضع الميداني هو. دكتور دوميت، هل يتوقع أن يستقرأ الجو أو الأحوال الجوية في هذه المنطقة بالصحو ثم ينقلب بهذه الحدة؟ بكل تأكيد المنطقة ليست منطقة واحدة اللي فيها، اللي هي تشهد تقلبات جوية سريعة جدا وحادة. كل المنطقة يعني يمكن باكستان وإيران وشرق تركيا وضمن المنطقة لحدود الهند، هذه منطقة جدا تغير مناخي خطير جدا، منطقة فيها أمطار، فيها مناطق ثلوج، في عنا تساقطات خطيرة جدا. يعني من أسبوع كان في عنا المنطقة شهدت، المنطقة اللي أبعد شوي شهدت فيضانات خطيرة أدت لحدود 500 ضحية، بما معنى أنه المنطقة بيئيا تعتبر متقلبة جدا وخطيرة جدا. وماذا تحتاج إيران في مثل هذا الظرف الذي أشرت إليه؟ نعم، ما الذي تحتاجه إيران لعملية البحث والتنقيب عن هذه الطائرة في مثل هذا الظرف البيئي الذي أشرت إليه؟ أكيد بدأ جهد كثير كبير، بدأ معدات حديثة، بدأ طيران حديث، طيران يتحمل يكون عنده الإمكانية الرؤية الليلية. أنت ما بتعرف هلا، يعني عندك هلأ 12 ساعات ليل ظالم جدا، ليل مليء بالأمطار، بالضباب الكثيف، بالمتساقطات، بالبرودة، ولا شك أنه عملية كثير صعبة، عملية البحث، وخاصة كمان بدك الأضوية، الإنارة، يعني عندك بدك جهد كثير كبير. صعوبة البحث تقتضي أن يمر كل هذا الوقت، وعمليات البحث والاستغاثة ما زالت مستمرة للعثور على آثار وحطام هذه الطائرة؟ بكل تأكيد، لأنه يعني ما قدروا وصلوا بسرعة للمنطقة اللي موجودة فيها لحد هلا. من ساعتين ما كان قدروا حددوا موقع الطائرة 100% تقريبيا، كان عم بنوصل. منطقة شاسعة جدا وواسعة، وعندك ما فيها طرقات، ما فيها إمكانية الوصول، في تعب. يعني حتى من الساعة 10 كان في فريق عم بيقول بده 3 ساعات مشي ليوصل لموقع سقوط الطائرة، لأنه منه بالأمر الهين، منطقة صخرية، ارتفاعات صخرية جدا عالية، منطقة عندها فيها وعورة كثير عالية، تفوت عليها الإنسان بسهولة، من الصعب جدا. يعني بده عناء وجهد كثير وتعب كثير لا يقدروا يوصلوا. معنى ذلك أن تدقيق كل المعلومات القادمة من هذه المنطقة لن يكون دقيقا إلى أن ينجلي هذا الجو الذي أدى إلى سقوط هذه الطائرة إن كان. بكل تأكيد قبل ما يوصلوا لموقع الطائرة 100% ما حدا بيقدر يعرف شيء نهائيا. يعني حاله أنه في اتصال بطريقة ما معينة، صار في اتصال هاتفي بينه وبين حدا بالطيارة وما زال على قيد الحياة. كثير سمعنا أحاديث وأخبار، ولكن بعد ما يوصل الفريق التقني والفني والباحث والصليب والهلال الأحمر ومشتقاته والجيش وكل العناصر، غير ما يوصلوا لموقع الحدث 100% ويعطوا تقريرهم عن الأسباب، ما حدا، كله تكهنات لحد هلأ، كله تكهنات قبل ما يوصلوا للحقيقة المطلقة. نعم، بخدمة كوبرنيكوس التي أوضح بها أو بشأنها المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات بعد أن طلبت إيران ذلك من الاتحاد الأوروبي، ماذا يمكن أن تقدم في إطار ذلك؟
في عندهم تطور كتير هائل بالنسبة للبحث الليلي للمعدات المطلوبة وتحديد المواقع، وعندهم خبراء عندهم المعرفة الكافية والمعرفة العلمية المطلوبة لهذا الموضوع. ولا شك أنه هذه كارثة حصلت فجائية وما حدا من مجهزين لها، يعني ما مجهزين المعدات المطلوبة 100% الكاشفات الأنوار المطلوبة المصابيح المطلوبة الطيران المطلوب، هذه ما كان فيها ضعف، ولكن ولا شك أنه بدك معدات حديثة جدا وتكون مجهز. في فرق مدربة اليوم الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا عندهم فرق مدربة بأحدث تدريبات للتعامل مع الكوارث الشبيهة بهذه الكارثة، ولكن المنطقة هنا بعد ليس لديها التقنيات الكافية والمعدات الكافية للتعامل مع كارثة من هالنوع بشكل المطلوب سريعا جدا. من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور دوميت كامل، شكرا لك وأنت رئيس حزب البيئة العالمية.